هي ليست عديدة، وهذه إحداها. بعد أن أصبحت دماراً، ملعب الشهداء في تعز تعرض هو أيضاً للتدمير، إذ لا يمكن أن تغيب الرياضة وملاعبها عن نتائج هذه الحرب الطائلة كل شيء، البشر والشجر وحتى الحجر كما يظهر هنا. الكرة لم يعد لها وجود في هذا الملعب، فهناك قذيفة حالت بينها وبين هذا المرمى، فلا أهداف كانت ولا ستأتي. القذائف طالت أيضاً أماكن تجمع الجمهور والذين كانوا ذات يوم يملؤون المدرجات لمشاهدة اللاعبين، وها هو المكان يصبح اليوم أطلالاً. في السابق لم تكن الرياضة على ما يرام، لكنها في تعز على الأقل كانت تشهد تنامياً ملحوظاً في الاهتمام بها، خاصة الرياضة الأكثر شعبية كرة القدم. توقفت مباريات كرة القدم عن اللعب هنا منذ أكثر من عام، لكن على الأرض وفي الميدان ما تزال مجريات مباراة أخرى أكثر خطورة ومصيرية مستمرة بين مدينة تتخذ الدفاع حلاً لإمكانيتها البسيطة بالرغم من مهارات لاعبيها الأساسيين، وميليشيا تهاجم بعنف مستغلة تغاضي الحكم الدولي عنها لتستطيع إحراز أهداف لم تنجح بتحقيقها حتى الآن. ولا جمهور هنا لمشاهدة بالطبع، لكن السؤال بعد هذا التشبيه يكون: متى ستنتهي هذه المباراة الشاقة والطويلة؟ وهل سينجح الفريقان بحسمها قبل الوصول للوقت بدل الضائع؟ أو سيكون الحسم بركلات الترجيح الدولية ربما؟